انتصف نهار القاهرة، مرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان، ومرحبا بك زميلتي سارة. مرحبا بك عمرو، مرحبا بكل السادة المشاهدين، ونبدأ النشرة بالتفاصيل. يستكمل مجلس الشيوخ خلال جلسته اليوم النقاش حول ما جاء بتقرير لجنة الصحة والسكان بشأن دراسة مقدمة من أحد النواب حول زيادة السكانية في مصر وطرح الحلول والمقترحات. هذا ومن المقرر أن يستكمل المجلس مناقشاته حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسل أخبار مصر محمود إسماعيل. محمود، بعد مساء الخير، ليتك تضعنا في مزيد من التفاصيل حول جلسات مجلس الشيوخ اليوم. نعم عمرو، بعد التحية، يعني في بداية جلسة اليوم والتي بدأت منذ قليل، تلا رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بيانا قدم خلاله التهنئة لرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقوات المسلحة وجموع الشعب المصري بمناسبة حلول ذكرى 10 من رمضان، ذلك اليوم الذي وافق يوم 6 أكتوبر عام 73، ذلك اليوم أيضا الذي استعاد فيه الشعب المصري أرض سيناء الحبيبة. بعد ذلك استعرض المجلس عددا من المقترحات برغبة مقدمة من النواب، منها ما يتعلق بإحلال وتجديد عدد من الطرق مثل طريق الزقازيق السنبلاوين، والمطالبة أيضا بالإسراع في تنفيذ الطريق الدائري لمدينة الزقازيق، إلى جانب مقترح برغبة يطالب بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للطاقة، إلى جانب إنشاء البنك الكوادر الشبابية، مقترح برغبة تقدم به أحد النواب في هذا الشأن، إلى غير ذلك من هذه الأمور المتعلقة بالأمور الحياتية للمواطنين. وبطبيعة الحال المجلس أحال ما جاء بهذه التقارير فيما يتعلق بالمقترحات برغبة إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء بها من توصيات. بعد ذلك وفي هذه الأثناء يواصل المجلس، وكما جاء في صدر الخبر، مناقشته حول ما جاء بتقرير لجنة الصحة والسكان عن دراسة مقدمة من النائبة سهير عبد الحميد بشأن مخاطر الزيادة السكانية وتأثيراتها السلبية وطرح الحلول والمقترحات. المجلس كان قد ناقش هذه الدراسة خلال الجلسة الفائتة منذ نحو أسبوعين بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، وكذلك الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة. وتم خلال هذه الجلسة طرح الحلول والمقترحات، منها ما اتجهت إليه الدولة بالفعل، وهو إطلاق الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية للارتقاء بحياة المواطنين، إلى جانب المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وغير ذلك من الحلول التي طرحت والتي بالفعل أيضا تسير الدولة فيها بخطى ثابتة، مثل الخروج من الوادي الضيق إلى الصحراء الفسيحة واستغلال الظهير الصحراوي والامتداد العمراني وإنشاء العديد من المدن الجديدة. وهذا بالفعل ما تتجه إليه الدولة، إلى جانب أيضا التعوية بمخاطر الزيادة السكانية. الجلسة ما زالت تناقش هذا الأمر بحضور الدكتور، في هذه الجلسة يحضر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. بعد ذلك عمرو، ومن المقرر أن يستكمل المجلس كذلك مناقشاته حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الموحد الذي استمرت مناقشاته على مدى عدة جلسات فائتة. مراسل أخبار مصر محمود إسماعيل، شكرا جزيلا لك. وإلى الشأن الفلسطيني، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ينفذ حاليا عملية عسكرية جديدة في مدينة جنين، معقل الفصائل الفلسطينية، التي انطلق منها منفذ الهجوم الأخير الذي وقع الخميس الماضي في تل أبيب. هذا وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن القوات الإسرائيلية اعتقلت 24 شخصا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، معظمهم من مدينة جنين وقراها. من جانبها أكدت الصحة الفلسطينية إصابة 11 شخصا في اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم في جنين وطول كرم وأريحة والأغوار، ومعظمهم بالرصاص الحي. نتحول إلى اليمن، حيث أفادت مصادر محلية بوقوع انفجارات عنيفة بمدينة تعز إثر شن ميليشيات الحوثي قصفا مدفعيا على الأحياء السكنية في المدينة. أضافت المصادر أن أكثر من 4 قذائف دبابات ومدفعية سقطت على الأحياء السكنية في بئر باشا بمدينة تعز،
مشيرة إلى أن ميليشيات الحوثي جددت خرق الهدنة الأممية في مختلف الجبهات داخل اليمن، حيث بلغ إجمالي الخروقات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي بعد أول أسبوع من الهدنة أكثر من 600 خرق بمختلف جبهات القتال. في فرنسا يواصل الناخبون الإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها 12 مرشحا، بينهم الرئيس المنتهي ولايته إيمانويل ماكرون ومرشحات اليمين المتطرف ماريان لوين. وأشارت استطلاعات الرأي إلى امتناع نسبة كبيرة من الفرنسيين عن التصويت، كما رجحت أن يفوز ماكرون متقدما على ماريان لوبان، بينما يأتي المرشح اليساري جان لوك ميلانشان في المركز الثالث. كما رجحت استطلاعات الرأي فوز إيمانويل ماكرون على ماريان لوين بفارق ضئيل في الجولة الثانية المقرر إجراؤها في 24 من الشهر الجاري. ذكرت وكالة انترفاكس للأنباء نقلا عن وزارة الدفاع الروسية أن طائرات هليكوبتر هجومية روسية دمرت قافلة من المركبات المدرعة الأوكرانية وأسلحة مضادة لطائرات دون تحديد مكان وتوقيت الهجوم. يأتي ذلك بينما قال مسؤول أوكراني إنه تم العثور على مقبرة تضم عشرات المدنيين في قرية بوزوفا قرب العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك في أحدث مقبرة جماعية يتم اكتشافها بعد انسحاب القوات الروسية من مناطق بشمال العاصمة. هذا ولم يعرف عدد القتلى حتى الآن. يشار إلى أن 5 أشخاص كانوا قد قتلوا وأصيب 5 آخرون في قصف روسي شرقي أوكرانيا. هذا وقد كشف الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي ناتو يانس ستولنبرغ عن أن الحلف يضع خططا لنشر قوة عسكرية دائمة كاملة النطاق على حدوده بهدف التصدي لأي عملية عسكرية روسية في المستقبل بعد أزمة أوكرانيا. وأضاف ستولنبرغ أنه كجزء منها من ما أسماه بعملية إعادة ضبط رئيسية، سيتم استبدال الوجود الصغير نسبيا على الجانب الشرقي لحلف الناتو بقوات كافية لصد أي محاولة لعملية عسكرية على الدول الأعضاء بالحلف. نقلت وكالة فارس شبه رسمية للأنباء عن وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان قوله إنه يجب على الرئيس الأمريكي جو بايدن رفع بعض العقوبات عن طهران لإبداء حسن نيته تجاه إحياء الاتفاق النووي على حد تعبيره. كانت إيران والولايات المتحدة قد أجريتا محادثات غير مباشرة في فيينا خلال العام الماضي لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018، وانتهكت إيران شروطه لاحقا من خلال تكثيف أنشطتها النووية، وهو ما أدى إلى توقف المفاوضات الآن. أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن حاصلة إصابات كورونا حول العالم تجاوزت أكثر من 498 مليونا و154 ألفا، فيما بلغت الوفيات أكثر من 6,176,000. وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد إصابات حول العالم بأكثر من 80,300,000 إصابة، في حين تجاوزت حاصلة الهند 43 مليون إصابة، تليها البرازيل بأكثر من 30 مليون. هذا وسجلت مدينة شنغهاي ما يقرب من 25,000 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا، وأدت القيود التي فرضتها السلطات إلى شح كبير في الإمدادات الغذائية بعد أن تم إغلاق العديد من المحال في المدينة التي يسكنها 26 مليون نسمة. وأصبحت مدينة شنغهاي مركز اختبار لاستراتيجية القضاء على فيروس كورونا في الصين، والتي تهدف إلى فحص وتعقب وحجر جميع المصابين بالفيروس. أعلن مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أسماء الفائزين بجوائز الرواد والمرأة لعام 2021، والتي تمنحها الأكاديمية سنويا، حيث بلغ عدد الفائزين هذا العام 58 فائزا.
دورة 79% لمجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا جاء خلالها الإعلان عن أسماء السادة الفائزين بجوائز الدولة لعام 2021، النيل، التقديرية، التفوق، التشجيعية، جوائز الرواد والمرأة. 58 باحث مصري وعالم على جوائز الدولة لهذا العام، منهم 2 جائزة نيل، 8 جوائز دولة تقديرية، 7 جوائز تفوق، و40 جائزة من جوائز الدولة التشجيعية. الجهة الأكثر حصولا على جوائز الدولة هذا العام هو المركز القومي للبحوث، تليه جامعة المنصورة بالنسبة لجوائز الدولة، لكن احنا عندنا كمان مجلس الأكاديمية بيمنح جوائز أخرى اللي هي جوائز المرأة التشجيعية والتقديرية وجوائز الرواد، وكانت جامعة المنصورة هي اللي حصلت على المركز الأول وبعدها المركز القومي للبحوث. انعكاسات لتلك الجوائز رآها أعضاء المنظومة العلمية والبحثية تتويجا لجهد الباحثين وتشجيعا على مزيد من الابتكار في المجالات كافة. قيمة كل جائزة بتزيد عام بعد عام أو كل كم أو كل كذا سنة، يعني ده بيعكس طبعا أهمية وتقدير الدولة في ممثلة في كل مؤسساتها وعلى رأسها القيادة السياسية وسيادة الرئيس اللي بيقدر وبيثمن دور العلماء ومؤسسات البحث العلمي والجامعات المصرية والأكاديميات البحث ومراكز البحث، هي اللي الحقيقة شايفة طفرة وشايفة مساندة غير مسبوقة في أي عهد سابق. ما يقارب 6 ملايين جنيه هو إجمالي الجوائز التي تغطي مختلف المجالات البحثية. هي الجوائز في جميع مناحي العلوم والتكنولوجيا، فعندنا جوائز في العلوم الأساسية، عندنا جوائز في العلوم الزراعية، عندنا جوائز في العلوم الهندسية، وعندنا جوائز في العلوم الطبية، وجوائز في العلوم التكنولوجية المتقدمة. جائزة النيل قيمة الجائزة 500,000 جنيه وميدالية ذهبية. جائزة الدولة التقديرية 200,000 جنيه وميدالية ذهبية. جائزة الدولة للتفوق 100,000 جنيه وميدالية فضية. جائزة الدولة التشجيعية 50,000 جنيه. تقليد سنوي تكرم فيه الدولة باحثيها وتؤكد أن جهدهم لم ولن يذهب سدى، وأن الدولة تقدر جهودهم في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية والطبية. من مقر أكاديمية البحث العلمي، سارة متولي، التلفزيون المصري. تواصل المراكز الطبية بمحافظات الجمهورية عملها للاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة. وينضم إلينا من أحد المراكز الطبية بمصر القديمة مراسل أخبار مصر محمد حلمي. محمد، بعد تحية إليك أكثر، وضعنا في المشهد أكثر تفصيلا. تحياتي لك من مركز عين الصيرة بمصر القديمة، واحد من أكثر من 5000 مركز بمحافظات مصر كافة بيتم فيها تفعيل مبادرة الرئيس الاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي. كذلك تم دمج المبادرات في مبادرة واحدة، وهي مبادرات سواء صحة المرأة، الاكتشاف المبكر للأنيميا والتقزم، أو الاكتشاف المبكر لفيروس سي، أو الاعتلال الكلوي. أؤكد لك أنه تم توفير أكثر من 5400 جهاز للاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي في أقل من 30 ثانية بهذه المراكز. الحالات التي يتم اكتشافها بيتم إحالتها إلى المراكز الطبية لتقديم الفحوصات الأعلى وكذلك تقديم الخدمات العلاجية لها. مع الدكتور ريهام عزمي، مدير المنطقة الطبية بمصر القديمة. دكتور ريهام، كلميني عن هذه المبادرات وما يتم من تقديمه من خدمات للمواطنين. يعني إحنا الحقيقة استكمالا لحملة المبادرات 100 مليون صحة، عندنا دلوقتي مبادرة الفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وعندنا دمج المبادرات التي تشمل صحة المرأة وفقد السمع، ضعف السمع، اكتشاف المبكر، والأنيميا والتقزم. بالنسبة لمبادرة الاعتلال الكلوي، احنا بنكتشف بها مرضى السكر والقلب وضغط الدم، ارتفاع ضغط الدم، بنقيس فيها الوزن والطول، وبنعمل مؤشر كتلة الجسم، وبنقيس الضغط، ولو طلع عالي ضغط بنجيبه كمان 3 ايام نقيسه، لو الضغط لسه عالي نجيبه بعد شهر، وبعد كده بنديله بنحوله على مستشفى العام، وبنعمل السكر العشوائي، بحيث ان احنا بنكتشف بيه المرض اللي هو الارتفاع السكري. بالنسبه للاجهزه الموجوده دكتوره، فايدتها طبعا بنعمل بيها الاجهزه المتوفره حاليا، في اللي هو بتاع قياس السكر العشوائي، وفي اللي هو بتاع الوظائف الكلى اللي هو اجهزه الاعتلال الكلوي، بنعمل بيها الكرياتين، وبنعمل بيها نسبه ترشيح الكلى للسوائل اللي فيها. وبالتالي بيتم احاله الحالات. بعد كده لو لقينا فعلا الحاله مستدعيه للتحويل بيحول الى المستشفى العام بالمنطقه.
دعني أؤكد لك أن هذه المبادرة يتم من خلال المراكز الطبية، يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا من خلال التباعد الاجتماعي، ارتداء الكمامات، كذلك المطهرات بين كل فحص وآخر، وذلك لتوفير كافة الخدمات التشخيصية والعلاجية للمواطن المصري وحرص الدولة المصرية على الوقاية من هذه الأمراض المزمنة. جزيل الشكر لك محمد حلمي موفد أخبار مصر ولضيفتك الكريمة. نهاية نشرة الظهيرة في تمام الثانية بتوقيت القاهرة، نأتيكم ونشرة إخبارية جديدة من التلفزيون المصري. نعم سارة، كما يمكنكم متابعة البث الحي لنشراتنا وبرامجنا والمزيد من الأخبار عبر موقعنا الإلكتروني masbiro.eg. شكرا لك عمرو، وشكرا لحسن المتابعة. في أمان الله.